إيلاريون كابوجي له خصوصية معينة، هو محبوب ومقبول من قبل مختلف شرائح المجتمع السوري. استطعنا من خلال هذا العمل اختراق ما يحاولون أن يقومون به من فكر التضليل، فكر التخاذل، التطبيع مع الكيان الاحتلال الإسرائيلي. على صعيد المضمون يمكن الأول من نوعه بالدراما العربية اللي بيتعرض لسيرة حياة رجل دين مسيحي ومقاوم وسوري، فبالتالي كنا متوقعين أنه لازم يعمل شيء هذا المسلسل. أنا ما بعتبره مجرد مسلسل تلفزيوني، أنا بعتبره مشروع وطني ثقافي تاريخي. هاي وثيقة سوف تبقى لأجيال قادمة لحتى يقدروا يرجعوا يعرفوا مين هو المطران كبوجي، وأهم شيء يعرفوا ما هي الظروف التاريخية اللي عاشا واللي عاشتها أيضا بلد الأم سوريا. كما علمتني دمشق أن أعتبر القضية الفلسطينية قضية عربية أولا وأخيرا، إذا كرست حياتي لها ودفعت الغالية في سبيلها. ما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه فداء عن أحبائه. المطران كابوجي فهم هذه المقولة، هذا القول الإنجيلي، وعاشه. جاء حارس القدس ليقول لهم أنا الحارس هنا، سوف أواجهكم بفكر المقاومة، فكر الحق. إن الوحدة الفلسطينية هي حجر الزاوية والمنطلق والأساس لما نصب إليه من عز وكرامة. فوحدة الصف الفلسطيني وتضامن العربي هما ضمانة العودة وجمع شمل المسيحيين والمسلمين في رحاب المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، بينما المآذن تصدع مع أجراس الكنائس مهللة لعودتنا أعزاء منتصرين إلى ديارنا ومقدساتنا. وقدسنا هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة الحرة.